بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بيكم. الناس المنتظرة كتاب المعاصر فاينل ريفيجن، الكتاب اللي أنت عارفه اللي هو الكتاب ده. طبعا كل الكتب زي ما أنت فاهم متكومة جنب هنا عشان أي كتاب تطلبه تلاقيه موجود يا برنس. ده كتاب المعاصر فاينل ريفيجن، وده أول فيديو أو أول يعني حاجة كده هنعملها في الكتاب ده. هنحل النهاردة في الفيديو ده أسئلة كلمات الوحدة الأولى كبداية كده، نشوف الدنيا فيها إيه عشان الناس اللي حابة تجرب الكتاب وتعرف إمكانياته. تعال كده نبدأ بسم الله في أول الفيديوهات ونشوف. قبل ما تمشي كده، لو أنت حابب تشترك معانا في الموضوع المحتوى الخاص، راسلنا على الواتساب أو على التليجرام على رقمي الموجود في الوصف. بسم الله. تعال بقى نمسك سؤال كده يا باشا. أول سؤال معانا: Two not is to carefully examine، إنك تفحص بعناية. حلو. The facts of a crime، الحقائق المتعلقة بكرايم. كرايم يعني جريمة زي ما أنت فاهم، وعندك criminal. كرايمينال دي معناها مجرم، كناون، فساعتها هنجيب قبلها ا ونقول ا كرايمينال اللي هو مجرم. طب لو قلناها كرايمينال كده من غير ا، فدي معناها اجرامي او مجرم. عشان كده عايزك تفهم ان كرايمينال دي معناها اجرامي كصفه ومعناها مجرم كاسم. حلو. ان ايفنت ا سيتويشن اي تي سي تو فايند اوت ذا تروث، التروث اللي هي الحقيقه، اباوت ات. طيب ايميتيت يعني يقلد، دي بره اللعبه خالص. انديكيت يعني يحدد او يشير الى. investigate يعني يدرس او يستقصي. innovate يعني يبتكر. investigate دي يا مستر بتساوي كلمه تانية عندنا في المنهج اللي اسمها look into، وعايزك تركز وانت بتحل الكلمه اللي تلاقيها عندك في المنهج ليها بديل، هاتها. تعالى سايب الكتاب وروح دور عليها. he was caught not in the exam، هو يعني تم امساكه به ايه، بيعمل ايه في الامتحان. steal يعني بيسرق، ورب يعني يسرق، cheat يعني بيغش، وشير يعني يشارك. طبعا احنا هنا اخترنا stealing. طيب سوري، استنى، اخترنا تشيتنج. وهنا عايزك تفهم وتفتكر معايا كلمه تشيت كده، ده فعل بمعنى يغش. حلو، عايزك تركز عشان تفهم كل الكلام. طب ا تشيت يا مستر، ا تشيت كده دي ناون اللي هو الغشاش نفسه، وده اسم يعد يا برنس، عشان كده قبلها ا وممكن نجيبها جمع فنقول تشيتس. طيب لو احنا قلنا تشيتنج بقى، تشيتنج دي ناون برضو بس دي معناها الغش، وده اسم مفرد لا يعد. ركز في الكلام ده شويه. طيب بما انك انت قلت لي ا تشيت يعني غشاش، عايزك تعرف ان تشيتر برضو معناها غشاش. طب ده رقم واحد. رقم اتنين، في حاجة في الجملة دي عايز اقولها تاني. الفرق بين ستيل، بين ستيل ورب، احنا بنراجع. المفروض انك لو اتعاملت مع اي كتاب في الدنيا بالمنظر اللي انا بعمله ده، انت بتراجع مراجعة محترمة. غير كده فحضرتك بتضحك على نفسك ولا تصلح مراجعة نهائية اطلاقا، لا تؤهلك للامتحان. المفروض تعمل كده، كل ما يقابلك كلمة افتكرها. ستيل يعني يسرق، بنجيب بعدها الشيء المسروق اللي انت خدته في ايدك ومشيت. طب رب حاجة من اتنين، المكان الذي سرق منه، الذي سرق منه المكان اللي سرقنا منه، او شخص، انك تجيب شخص اوف شيء. انا عايز اقول لك يا عم انا سرقت الموبايل بتاع علي، فهقول لك اي ستول ذا موبايل، انا سرقت حاجه معينه اللي هي الموبايل، اي ستول ذا موبايل. طب ركز كده، بتقول ستول ذا موبايل. طيب او انك تقول اي رابد يور هاوس، انا سرقت منزلك. انت لما تقول اي رابد يور هاوس مش معناه انك شلت المنزل ومشيت، لان انت سرقت حاجه من البيت. طيب لو انت عايز تقول سرقت موبايل احمد، فتقول اي رابد احمد اوف ذا موبايل. طيب الناس اللي سرقوا البنك بنقول زي رابد ذا بانك، اصل البنك ده المكان اللي سرقوا منه. او انك تقول زي ستول ماني فروم ذا بانك. طيب ارجعكم لرقم 3، هي دايد ان ا كار نوت لاست يير، هو مات في حادثه سياره الاسبوع اللي فات. كلمه اوكيجن دي معناها مناسبة، كلمة فيستيفال يعني مهرجان، اورجانيزيشن يعني منظمة، انسيدنت يعني حادثة. المفروض ان احنا كنا قلنا هنا اكسيدنت اقوى من انسيدنت، لكن احنا بنحل السؤال بالاختيارات الموجودة. رقم 4، بيقول لك يا باشا those drug not are not allowed to take part in the Olympics. drug اللي هو المخدرات والعقاقير، celebrities اللي هم المشاهير. طيب investigators المحققين، cheats اللي هم الغشاشين، candidates المتقدمين للوظيفة. فهؤلاء الغشاشين الذين تناولوا المخدرات مش مسموح لهم بدخول الاولمبيكس، الالعاب الاولمبيه. اوعى تنسى ان تيك بارت ان يعني يشارك فيه، عندك كمان شير وبارتسيبيت نفس المعنى. ماي كانوت ايت نوتس، ماي ما تعرفش تاكل المكسرات. زيز ديموند هيلثي تيث، الحاجات دي اللي هي المكسرات بتتطلب اسنان قويه. كلمه ديموند اللي معناها يتطلب عباره عن ايه؟ عن فيرب. امال هي تيجي ناون؟ اه يا باشا. على فكره انت ممكن تيجي في جمله مثلا تقول لي اوبن او جيف مي 10 باوندز، اعطيني 10 جنيهات. This is my only demand، يعني هو مطلبي الوحيد. فكلمة demand هنا حضرتك بمعنى مطلب، فهي نون. اوعى تنسى ان demand هي كده نون.
ان كلمه ديموند كنون لازم نجيب قبلها ا، فعشان كده بتقول ا ديموند. طب ليه ما قلتش هنا ا يا مستر؟ ما احنا عشان كده عشان بنجيب اونلي والاسم على طول من غير ا. طيب الراجل هنا قال لك not is supposed to have the skill and experience، لازم يكون عنده المهارة والخبرة that help them make sure if someone is guilty، ان هم يعرفوا الشخص ده مذنب or innocent يعني بريء. طب مين هم بقى دول يا سيدي؟ cheat الغشاشين، لا ده هم اللي بيغشوا. celebrity ليها معنيين، معناها شخص مشهور، شخص مشهور، ومعناها الشهرة نفسها. يعني هي معناها الشهرة فهتساوي كلمة fame. طب لما معناها شخص مشهور فهي كده اسم يعد، هنجيب قبلها آه. فاكر انت المثال اللي كنت بقول لك عليه، ابو تريكه از ا سيلبرتي، شخص مشهور، او وي اول سيك سيلبرتي، كلنا بنسعى للشهره. انهابيتنت ده اللي هو الساكن. طب انفستيجيتور المحقق، الكلمه دي ليها ثلاث اشكال تقريبا. انفستيجيتور ده المحقق، انفستيجيت يتحرى بتساوي لوك انتو، وانفستيجيشنز التحريات. ذا نوت اوف ذا اولد بريدج كان ستيل بي سين اندر ووتر، ما زالت ترى تحت الماء. الايه بتاعت الكوبري اناليسيس التحليل، روم يعني غرفة، ركز معايا عشان هنقف معاها. عندك كلمتين، عندك كلمة روم كده وعندك روم. والله يا باشا لو انت قلتها لي روم بس لوحدها كده فدي معناها مساحة او فراغ. حتى انت كان في مصطلح حافظه there is no room for mistake، ليس هناك مساحة او مجال للخطأ. لكن روم كده الغرفة اللي انت بتنام فيها. objectives دي معناها الاهداف، معناها الاهداف اوبجكتيفز، ولما نقول اوبجكتيف بس كصفه بمعنى موضوعي. المهم يبقى كده روينز اللي هي البقايا والاطلال بتاعه الكوبري القديم ما زالت موجوده. فولوينج ا نوت، انت فاكر احنا في المنهج خدنا كلمه فولو دي وخدنا لها اخت قرينه كده، عايزك تربطهم ببعض دايما. لما اقول لك نوت تو يور دايت از ا ماست، هو ضروره، يا ترى هنقول يا ترى فولوينج فول وينج ولا هنقول ستيكينج؟ الملحوظه اللي في السؤال ده اللي عايزك تعرفها يا عم الحاج ان كلمه ستيك تو يعني يلتزم بي او يتبع، بتساوي بالظبط كلمه فولو. طب ماشي يا مستر، ما هم الاثنين في الاختيارات. بس هو مديني هنا تو، يبقى عايز ستيكينج. سلام عليك وخش على اللي بعدها. الراجل بقى بيقول لك هنا في الجمله ايه؟ فولوينج نوت دايت، اتباع ريجيم ايه؟ ده شيء ضروري عشان تخلي صحتك حلوه. سوشيال دي اجتماعي، بورينج يعني ممل، ديثلي معناها مميت، لكن بالانسد معناها متوازن. عالز لاف فور هيز تيم، حب عالي لفريقه، نوت هيز اوبينيون، عمل ايه في رايه يا ترى؟ سلايد معناها شريحه، بيج يتوسل، بايس يعني ينحاز او يعني يجعل فيه انحيازا يعني، وستيت معناها يقر او يقول، وستيت معناها ولايه برضو. المهم بايس هيز اوبينيون معناها بيجعل رايه منحازا. The not of important information from the report misleads، بيضلل the decision making process، عملية صناعة القرار. خد بالك هو قال لك process ما قالش operation، لأن operation عملية جراحية وعملية إنقاذ زي ما اتفقنا. طيب كلمة court اللي هي المحكمة لها معاني كتير طبعا، من بينها زي ما أنت عارف كده محكمة، وعندك معناها أرض الملعب، ملعب التنس، ومعناها بلاط الحاكم اللي هم الناس اللي ماشيين مع الحكم أو الحاكم يعني. omission ده الحذف، obstacle دي اللي هي العقبة، اخت كلمة ديزاستر اللي انت عارفها، وعندك كلمة كمان بتسويها في المنهج كلمة كالاميتي، الثلاث كلمات دول بنفس المعنى. اوثوريتي دي اللي هي السلطة. طيب الراجل بقى بيقول لك في الجملة يا عم الحاج الايه لمعلومات مهمة، لما عملنا ايه في معلومات مهمة ضل للناس، ده الاوميشن. اوميشن يعني حذف، دي بتساوي كلمة ليف اوت اللي انت عارفها اللي معناها يحذف. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 11، يور نوت از يور اوبينيون اور وات يو ثينك، هي رأيك او ما تعتقد. بايس ده اللي هو الانحياز. طب البروسيجر دي اللي هي الاجراء. طب بليسمنت اللي هو الوضع. طب بوينت اوف فيو اللي هو الراي. مين في دول هم البوينت اوف فيو؟ سوري، مين دول في دول الاوبينيون الراي؟ اصلا اوبينيون يعني راي، وبوينت اوف فيو يعني راي. شكرا. طيب ان اونست، ركز عمك الحاج هنا قال لك ان ما قالش لان الاتش هنا سايلنت، فانت قلت ان اونست. زي برضو كلمه اونر، زي كلمه اور، اور بنقول ان اور، وزي كلمه اونر اللي هو المجد والكرم والشرف وكده بنقول ان honor. ركز معايا بقى كده، انت هنا قلت لي ان اور عشان الاتش سايلنت، قلت لي ان اونر لان الاتش سايلنت. طيب لكن تيجي عند كلمه هوتيل هتقول هوتيل لان الاتش هنا نطقناها. طيب المهم ان اونست رايتر نيفر انكلودز نوت انفورميشن ان ذير رايتنجز، الكاتب الامين ابدا لا يتضمن او لا يشمل معلومات ايه في كتاباته. انتر اكتف دي معناها تفاعلي. طب ديجيتال دي معناها رقمي. ان اكيوريت يعني غير
دقيق. طب certain يعني محدد، فهو لا يشمل معلومات غير دقيقة في كتاباته. Sometimes it is useful for a journalist. أحيانا بيكون من المفيد للصحفي أن هو يكون إيه؟ الصحفي طبيعي لازم يكون حاجة من ثلاثة، نوزي، والحاجة التانية يكون curious اللي هما نفس المعنى أصلا curious، والثالثة inquisitive. الثلاث كلمات دول يا سيدني معناهم فضولي، لكن criminal دي مجرم، ونوتي يعني شقي، وسوشيال يعني اجتماعي. سما was waiting with not for the exam results. سما كانت بتنتظر بإيه نتائج الامتحان؟ طبعا انت حافظ المصطلح اسمه bated breath عشان ما لخبطش الدنيا معاك. with bated breath دي معناها to wait، انك تكون منتظر. impatiently impatiently انك تنتظر بلا صبر. خد بالك bated breath ما فيهاش اي. the internet has made book not easier. الانترنت جعل الايه بتاعت الكتب سهله. هنا احكي لك حدوته الاول قبل ما احل السؤال ده، ركز معايا كده في الكلمتين اللي هقولهم لك عليهم دول عشان مهمين. اولا كلمه بايرت. بايرت كده اهو، الكلمه دي يا باشا فيرب بمعنى يقرصن يعني يسرق. ده رقم واحد. لو انت قلتها بايرت كده يا برنس بقت نون بمعنى القرصان، وحضرتك ما دام حطيت لي قبلها يبقى دي اسم معدود. طب لما تقول بايرسي، بايرسي كده دي برضو ناون معناها القرصنة نفسها اللي هي السرقة. طيب أمال لو قلتها بايرتد، بايرتد دي ادجكتيف بمعنى مقرصن أو مسروق. طيب ما تيجي نشوف كده مثال على السريع على الهواء لكل واحدة من دول. أولا فيما يتعلق ببايرت، don't pirate any information، لا تقرصن لا تسرق أي معلومات. You are a famous pirate، أنت قرصان مشهور يعني لص مشهور. Piracy can destroy copyrights، القرصنة يمكنها أن تدمر حقوق الملكية. This is a pirated copy، إنها نسخة مقرصنة. اللي عكسها authentic copy يعني نسخة أصلية، أو native copy نسخة أصلية، أو legal copy نسخة أصلية، أو original copy أو genuine. الكلام ده كله عندك في المنهج يا عم الحاج وعدتوه. المهم ارجع لسؤالك كده، الراجل بيقول لك الانترنت الانترنت جعل الايه بتاعت الكتب سهلة، اكيد القرصنة اللي هي بايرسي اللي هي اسم لا يعد، وعدتوه مني. انا قلت لك مرة هنا قلتها لك واقول تاني، بايرسي القرصنة كده اسم لا يعد عشان كده ما فيش قبلها لكن بايرت قرصان اسم بس معدود. طيب ارجع كده لجملتك. طيب طبعا بانشمنت العقاب، كوت يعني يقتبس، زي كلمة اكستراكت عندك في المنهج. ركز معايا وكشكولك الجميل واحفظ معايا قسم بالله، لا تحس بالفرق في نفسك. ريسبونسابيلتي دي المسؤولية اللي جت في امتحان السنة اللي فاتت اللي احنا بنقول معاها تيك ريسبونسابيلتي. طلاب الغاليين في السنتر اكيد عمالين يرددوا معايا انا عارف. شولدر ريسبونسابيلتي او هاف ريسبونسابيلتي، التلاتة معناهم يتحمل مسؤولية. 16 جيفينج تشيلدرن تو ماتش ماني، اعطاء الاطفال الكثير من المال. يوجوالي نوت ذم، بيعمل فيهم ايه اعطاء الاطفال الفلوس الكتيره؟ ما تيجي اقول لك على فكره السؤال. يلا اقول لك على فكره السؤال اول قبل ما احله. يلا بسم الله. بص يا عم الحاج، عندك كلمه سبويل، دي سبويل دي معناها يفسد او يدمر. رقم اتنين معناها برضو يدلل، يدلل الطفل يعني. عشان كده اقول لك dont ever spoil your child، لا تدلل طفلك ابدا. او dont spoil our day يعني لا تفسد علينا يومنا. راح يسمع فيلم فحد حكى له تفاصيل الفيلم على الباب، فانت كده spoiled the film، انت ضيعت الفيلم عليه الله يسامحك. المهم كلمة quote زي ما اتفقنا معناها يقتبس بتساوي extract، كلمة spoil معناها يفسد. spin هنقول قصتها عشان هنعوزها، وديمونت حكيت لك قصتها، كل ما يقابلني كلمة هحكي لك قصتها، وبعشان خاطر يسجل ورايا عشان انت في الاخر هتكسب كتير لو سجلت. سجل كده وروح حل في اي كتاب تاني، اوعدك ان مفيش مشكلة ان شاء الله. كلمة spin دي يا باشا ليها كذا معنى. اولا معناها يحور في الكلام، don't spin ما تلفش كتير في الكلام وتحور. رقم اتنين معناها يغزل، عارف انت الغزل والنسيج ويغزل مفرش الحوار ده، spin معناها كده. رقم تلاتة معناها يدور حول نفسه، لما تخبط دماغك في الحيطة فتقول my head started to spin، بدأت دماغي تلف. او the ship hit a rock، السفينة خبرت في الصخرة and started to spin وبدأت تلف. وهنا بقى عايزك تعرف الفرق بين spin وبين اوربت، عشان الكلام ده انت هتحتاجه قوي. اوربت دي بنجيب معاها دايما طرفين عشان اريحك، بنجيب مع اوربت طرفين، لكن مع سبين طرف واحد. عشان كده بنقول ان سبين معناها يدور حول نفسه، ما هو طرف واحد بقى مفيش حد معاه، لكن دي شيء يدور حول شيء اخر، يعني حاجتين بيلفوا حوالين بعض. فلما اجي اقول لك ان الارث الارض بتلف حوالين الصن الشمس، ده معناها ان انت تستخدم من هنا اوربت لانك قلت لي طرفين، وبالمناسبه كلمه اوربت يعني مدار برضو. طيب ارجع كده لجملتك اللي بعد كده رقم 17،
when someone does not want، عندما لا يريد شخص ما أن يخبر الحقيقة. They usually put a، دايما بيحطوا في الحوار كده في الكلام تحوير، put a spin. أمال إيه placement؟ placement ده الوضع، الراجل لما يحط المقال في أول صفحة أو في آخر صفحة ده اسمه placement. spoil قلنا يفسد أو يدلل، و incident يعني حادثة طارئة خصوصا زي الزلازل والظواهر الطبيعية. The death of the young man، موت الشاب has not us all، موت الشاب ده عملنا إيه؟ investigate يتحرى، استراجل دي معناها يصارع أو يكافح، بتسوي كلمة تويل واحفظها عشان جت في امتحان ثانوية قبل كده في قطعة، تويل. سبان اللي هي الماضي من كلمة سبين، أمال تشك معناها يصدم، ولها حدوت يلا أحكيها لك، خد القصة بتاعتها. إيه حوار شك دي بقى يا سيدي؟ تعالى أما أحكي لك، كلمة شك دي كفعل بمعنى يصدم. Don't shock me، لا تصدمني. Don't shock me، لا تصدمني. طيب لو أنت جبتها كاسم فهتقول آ شك، كده ناون بمعنى صدمة. طب لو انت قلت لي بقى شوكينج كده ادجكتيف بمعنى صادم، عشان كده ممكن تقول it was shocking news، يعني لقد كانت اخبار صادمه. هتلاقي واحد بيصوت دلوقتي بيقول لك يا مستر مش انت استخدمت صفه وبعدين اسم، ليه ما قلتش ايه؟ هقول لك لا ما ينفعش، ما عشان عندك نيوز يا عم، اسم مفرد لا يعد، عيب عليك. طيب انت ممكن تقول it was a shocking day، لقد كان يوما صادما كده. طيب فانت عندك كده قلنا شك يصدم، وآ شك صدمة، وشوكينج دي صادم الادجكتيف. اخر حاجة معانا بقى كلمة شوكينجلي دي عبارة عن ادفيرب معناها بشكل صادم، عشان كده ممكن تقول she shockingly answered me shockingly او shockingly refused، لقد رفضت بشكل صادم. وبكده يبقى احنا حللنا كلمة شك وشك وشوكينج وكل اللي ليه علاقة بيها واي حاجة فيها شك. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشا رقم 19، never build your opinions on the mostly not social media news، لا تبني افكارك دائما او ارائك على وسائل الاعلام يا ترى. المسليدنج هنا معناها مضلل، ودي عباره عن adjective، خد بالك بتيجي ناون واحكي لك قصتها. نوزي قول معايا بقى، نوزي يعني فضولي، بتساوي انكويزيتيف، وايه تاني؟ انكويزيتيف وكيوريوس. لونج اويتد يعني الذي طال انتظاره، بالانسد معناها متوازن. انت قلت لي هتحكي لي قصه، هحكي لك قصتين يا باشا مش قصه واحده. القصه الاولانيه قصه نيفر دي، مش احنا متفقين يا مستر ان اي لفظه من الفاظ النفي تيجي في اول الجمله، فانا بعمل انفيرجن، انت ليه ما عملتش انفيرجن؟ احكي لك القصه الاول عشان تفهم، علشان ما تكونش واخد الامور بالشكل، عشان الشكل يخرب بيته، الابيرنسز دايما مضلله. بص يا باشا، الاول كده هنبدا بكلمه نيفر، او خلينا اقول لك ان اي لفظه نفي في اول الجمله حضرتك لازم تعمل حاجه اسمها انفيرجن. ايه الانفيرجن دي يا باشا؟ يعني الاقلاب. ايه حوار الاقلاب ده؟ بص يا برنس، الفكره كالتالي، انك انت لو بدات بجمله بكلمه نيفر، عشان كده هتقول نيفر هاف I tried sushi مثلا، يعني انا عمري ما جربت السوشي ده. طيب انت حضرتك بدات بنيفر، فعشان كده جبت الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل، والاخر خد بالك بنحط نقطه لان دي جمله خبريه عادي، مع انك بدات بالفعل المساعد. دي اصلا كانت I have never tried، بس انت لما بدات بكلمه نيفر في الاول عملت الانفيرجن. بس انت لو ترجمت بقى، لو انت عيل خربوش كده وترجمت كلمه نيفر دي معناها لم، يعني كده لفظه نفي. لكن انت لو قلت لي never say that again، انت كده بتقول له اوعى تقول كده تاني، دي حضرتك بتفيد النهي، انت بتقول له ما تعملش. طيب يجي الراجل في السؤال يقول لك مثلا على سبيل المثال it is a rule، دي قاعدة، وبعدين قال لك اختار never مثلا speak again ولا never do I speak again أو do you speak again، والله إنها قاعدة لا تتحدث ثانية، يبقى دي جملة بتعبر عن النهي، فمش محتاجين inversion، فهقوله never speak again. طيب الناس اللي زي never مين يا مستر؟ never و scarcely و hardly وأي كلمة بتعبر عن النفي يا باشا تجيبها في أول الجملة. طب أمال إيه قصة mislead ديننج اللي انت قلتها لي ديت؟ مسليدنج دي حضرتك بتيجي كصفه وبتيجي كاسم بمعنى تضليل، طب وكصفه بمعنى مضلل، عشان كده ممكن تقول this is، وعايزك تمسكني كده لما ارتكب الخطا، this is a misleading news.
انه او انها اخبار مضلله. انا عارفك عمال تلطم وسمعتك والله العظيم، ازاي بتقول ايه يا عم؟ المفروض نشيل ايه، برافو عليك. طيب انها اخبار مضلله، يبقى دي كده عباره عن ادجكتيف. طب لو انا قلت لك بقى misleading، misleading your little brother، دي معناها تضليل اخيك الاصغر. misleading your little brother معناها تضليل اخيك الاصغر. is wrong، تضليل اخيك الاصغر هو شيء خاطئ. كلمه misleading اللي معناها تضليل دي عباره عن نون. ارجع كده تاني يا باشا وكمل معنا في السؤال. قلنا misleading. رقم 20 الراجل بيقول لك the not of this piece of news on the first page. بص الراجل قال لك ايه؟ انك حطيتها في اول صفحه، يبقى ده placement اللي هو الوضع. point of view يعني راي، bias الانحياز، وbalance معناها التوازن. خد بالك bias ده noun بمعنى الانحياز، وverb بمعنى منحاز. طب لو انت قلتها لي biased كده عباره عن adjective معناها منحاز، يبقى ينحاز وانحياز لكن دي منحاز. طب those who seek news about celebrity، الناس اللي بيتمنوا الاخبار عن المشاهير، an excitement والاثاره، الناس دول يقراوا ايه يا ترى؟ يقراوا التابلويد اللي هي الصحف الشعبيه اللي ملهاش اي ستين لازمه. لكن التريجر دي اللي هو الكنز، وتريتمنت لها معنيين، معناها علاج ومعناها معامله. طب تورنمنت اللي هو الدوري اللي هو المقسم لراوند اول وثاني وثالث. فولس نيوز الاخبار الكاذبه اون سوشيال ميديا، اللي موجوده على السوشيال ميديا بتهدف الى انها تعمل ايه في البابليك اوبينيون الراي العام، انها تضلل. يضلل يعني مسليد. امال ايه كوز؟ كوز دي معناها يسبب، وانت اكيد عارف انا هحكي لك حدوتتها. ما هو كوز زيها ليد تو، زيها كمان ريزلت ان، زيها كمان برينج اباوت. فلو عايز اقول لك اي حاجه تسبب اي حاجه فانت هتقول بقى كوز او ليد ان، سوري ليد تو وريزلت ان وبرينج اباوت. ميردر ده اللي هو القتل، وكوت الاقتباس اللي بتساوي اكستراكت، اوعى تنسى. 23 I think not against women no longer exists، اعتقد ان الايه ضد المراه لم يعد موجودا. apprenticeship دي معناها التدريب. طب بنفت الفائده، خد بالك الكلمه دي بنستخدمها كفعل وبنستخدمها كنون، سجل ورايا عشان الكلام ده هتحتاجه مش هتلاقيه في مكان تاني. benefit of وbenefit from. benefit of يبقى دي فائده نون. طب benefit from يبقى دي فعل بمعنى يستفيد من. بيرن اوت اللي هو الارهاق، اخت كلمه ايه عندنا في المنهج؟ اكزوشن. اكزوشن اللي هو الارهاق. طيب عندك بايس الانحياز، قال لك اعتقد ان الانحياز ضد المراه لم يعد موجودا. بالمناسبه ممكن نحط مكانها بريجيدس اللي هو الانحياز برضو. طيب عمر يوجوالي نوت ستوريز، عمر دايما بيعمل ايه في القصص بشان كرمه؟ ان فاكت هي از ا مايزر، هو راجل بخيل. على فكره بدل مايزر ممكن نحط من المنهج كلمه مين. طيب persuade يعني يقنع، spoil يعني يفسد او يضلل، وتشك يعني يصدم، وسبن يعني بيألف قصص. على فكرة ممكن نحط هنا مكانها makes up، make up stories او invent story معناها يبتكر او يخترع قصصا، يألف قصص يعني. طيب رقم 25 الراجل بيقول لك the village was completely not by the floods. flood الفيضان، وعكسه عندنا في المنهج drought UGHT، خد بالك دي بالO. طيب المهم القرية كلها كانت دمرت، يبقى ruined او destroyed دمرت، ما انت عارف، او wrecked 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 دمرت. اوعى تنسى كمان اختهم damaged، دي كل الكلمات اللي بمعنى يدمر اللي عندك في المنهج. state معناها قال، stated قال، reflect معناها عكسة، وcycle معناها ركب الدراجة. I didn't see the lunar eclipse. lunar دي عبارة عن adjective، الاسم منها هو كلمة moon، زي ما انت عندك solar اللي معناها شمسي والاسم كان كلمة sun. المهم obtain يعني يحصل على زي كلمة get، occur يعني يحدث زي happen، ومنشن يعني يذكر. بيقولك أنا لم أرى خسوف القمر it not last night، لقد حدث ليلة أمس، يبقى occurred. سلمى is not she easily gets what she wants from her father، بتحصل على ما تريده من أبيها، فهي إنسان constant. دي زي كلمة sustainable، sustainable اللي معناها مستدام. على فكره اللي انا بكتبه ده كله مش من بره، ده كله من المنهج، انا عشان بنراجع فلازم تسمعه. سستينبل وكونستانت وبيرمننت يعني دائم. بوينتليس معناها لا قيمه له، وبيجي بعدها تو والفعل في المصدر او الفعل مضاف له اي ان جي. ات از بوينتليس دوينج ذات او تو دو ذات. بيكتش ريسك اللي هي معناها خلاب او رائع، زي كلمه اتراكتيف عندك في المنهج كده، وعكسهم اجلي. طب بيرسويسيف يعني مقنع. البنت سلمى دي مقنعه، هي بسهوله تحصل على ما تريد. 28 the police are still hunting some not who have escaped from prison. بقول لك ان البوليس ما زال بيحاول يمسك بعض الايه اللي هربوا من السجن. celebrities قلنا celebrities اللي هم
المشاهير، واحنا قلنا celebrity معناها الشهرة، و celebrity شخص مشهور. investigators المحققين، قلنا investigations التحريات، و investigate يتحرى بتساوي لك انتو. طب candidates المتقدمين للوظائف، لكن convicts اللي هو المدانين، الشخص المدان. طيب وعايزك تفتكر ان احنا قلنا برضو قبل كده be accused، accused of معناها يدان be، بتساوي be charged، be charged with، charged with معناها يدان بي برضو. اختهم الثالثة ده اللي هي بي convicted، بس بي convicted of زيها بالظبط زي بي accused of. الناس دول معناهم متهم بي او مدان بي. ارجع لسؤالك، I never trust those cheats، انا لا اثق ابدا في هؤلاء الغشاشين. كلمة cheats الغشاشين، خد بالك cheats اسم ولا صفة؟ انا محتاس يا مستر، هي مش فعل معاك ومش بروبوزيشن معاك. طب بس هي غشاش دي صفه ولا اسم؟ هقول لك يا تخليك ناصح، عيب عليك، ما هو الصفه في الانجليزي لا تجمع، وما دام جمعها يبقى ديت اسم، خليك ناصح. زي ذا ريفريز وصل اللي هي صفاره الحكم، ذا اند اوف ذا ماتش، عملت ايه في نهايه الماتش؟ اكيد اعلنت، يبقى اناونسد. طب ما هي ادفرتايزد اعلنت، لا اعلان دي عن منتج، كلمه ادفرتايز عن سلعه او عن وظيفه، غير كده لا. طب فايوليت معناها ينتهك حقوق حد، وليك معناها يسرب الاخبار وكده يعني، فخدنا اناونسد. طيب بعد كده يا باشا السؤال رقم 31، if you seek trusted information and serious reports، لو انت بتهدف الى معلومات موثوق فيها وتقارير جاده، فانت حضرتك هتقرا البروت شيت اكيد، لان التابلويد دي اخبار شعبيه ملهاش لازمه، وبلوج المدونه الالكترونيه، وباك جراوند الخلفيه، سواء خلفيتك في الصوره انت بتصور وراك شجره، فالخلفيه بتاعتك الشجره، الباك جراوند شجره، او المعلومات السابقه عن حاجه معينه، اقول لك انا عندي باك جراوند عن الموضوع ده. طيب بعد كده journalism is less professional but more real، انهي صحافة اللي هي اقل احترافية لكنها اكثر واقعية؟ citizen journalism اللي هي صحافة المواطنة. المقصود بها ايه؟ ان لما يحصل حادثة وانت ماشي في الشارع بتروح مطلع موبايلك الجميل ومصورها، انت كده بقيت صحفي، بس انت صحفي من المواطنين، فانت صورت الحاجة دي من غير اي مصلحة. كوست يعني تكلفة، وتشيفلري اللي هي الشهامة انت عارفها طبعا، وليكتشرر ده المحاضر، زيها كلمة instructor او teacher. طب this man not your dog frightens his children، how can you defend yourself، كيف لك ان تدافع عن نفسك؟ فهذا الرجل يدعي ان الكلب بيخيف الاطفال. persuade يعني يقنع، cover يعني يغطي، require معناها يتطلب، لكن claim معناها يدعي، وخد بالك لو انت قلتها لك a claim معناها ادعاء. he was not of stealing، of stealing يبقى convicted of، ينفع هنا من تاني يا مستر؟ هقول لك لا، انت اللي تقول بقى، ارجع ورا كده كمان واحده ورا، انت قلت لي ينفع هنا يا مستر نقول be accused of، be charged with، وbe convicted of. يعني انا في الجمله دي عشان of ينفع accused كمان، ونسيبها زي ما هي من غير اي تعديل خالص كده، بس انت هتحولي كده هتحطي معاها مين؟ accused. طب ما هي يا مستر، لا دي caused يا باشا، الف سلام على نظرك. وتشير يعني يبتهج، وcompensate يعوض، اخت مين؟ قول معايا make up يا مسهل. فور، there were two not in the accident، كان هناك اثنين ايه في الحادثه؟ apprenticeships تدريبات، casualties اللي هم الضحايا، والاصابات، confident اللي هي الثقه، وquotes اللي هو يقتبس. طيب ادخل على 36 يا باشا، بيقول لك my brother is not doctor، اخويا دكتور ايه؟ he will get his degree next year، هيحصل على درجته العلميه السنه المقبله. يبقى trainer دي معناها مدرب، طب تريني معناها متدرب، employee معناها موظف اللي هو العامل، طب employer ده موظف اللي هو المدير اللي هو صاحب العمل. طب الراجل ده دكتور ايه وهي ان شاء الله هيتخرج السنه الجايه تريني دكتور، طب ليه ما ناخدش ترينر يا مستر؟ هقول لك انا يا عم الخلبوس، بص لي كده، ارجع للصفحه الفاضيه بس اللي كان فيها السبوره دي وتعالى اما اقول لك. بص معايا كلمه ترين، الترين كده هو اصلا ده فعل بمعنى يدرب او يتدرب. حلو. طيب رقم اتنين، الكلمة دي ناون بمعنى القطار، وهي اسم معدود، a train قطار، trains قطارات. طيب امال لو انت قلتها لترينر، دي معناها مدرب، مدرب في الكسرة الجامدة دي. طيب ولو انت قلتها لترينرز، ترينرز، هات الترينرز بتاعك عشان نروح نلعب، يبقى ده معناها حذاء رياضي، ترينرز الكوتش يعني الرياضي يا جدعان. طيب الكلمه اللي بعد كده ترينرز معناها كوتش رياضه، معناها مدربين اكيد بقى بنفس المنطق. طيب امال ايه تريني؟ تريني ده هو اسم بمعنى متدرب، ركز معايا، اتريني، اتريني معناها متدرب. بص معايا بقى كده المصطلحين اللي جايين دول عشان هم فيهم الدول الشافي للسؤال اللي فات ده. عارف انت لو قلت لي ا تريني
teacher دي كده ده مصطلح. التانية اسمها teacher teacher trainer. وخدهم بقى على كل الوظائف اللي هتقابلك في حياتك. اترينيه teacher ده معناها مدرس متدرب. طب teacher trainer معناها مدرب معلمين. فلو انت راجل بتدرب الدكاترة فهنقول عليك دكتور ترينر، لو بتدرب المهندسين انجينير ترينر. طب لو انت مهندس متدرب هقول لك تريني انجينير. ارجع بقى لجملتك التانية كده وكمل معايا بقى في هذا الاستمتاع الرهيب اللي احنا عايشين فيه ده. الجملة رقم 37 بقول لك the king's death، موت الملك came as a not shock، لقد جاءك موت الملك كصدمة. ايه بقى؟ فانتاستيك رائعة، يا عم انت فرحان انه مات. تريفيك معناها رائع برضو فظيع عظيم. تيربل معناها سيء، وتريمندس معناها هائل يعني هائل كبير الحجم زي كلمة ماسيف اللي عندنا كده، وزي كلمة جي جانتك. يا ريتك تحفظ ورايا الكلام ده، يبقى ماسيف وجيجانتك زي كلمة هيوج. طب زي كلمة بيج يا مستر؟ لا يا برنس، بيج صفة عادية لكن دول صفات معقدة. طيب فاحنا خدنا تيربل. طب مستر مش كلمة تريفيك دي معناها فظيع؟ فظيع اللي هو حلو يعني، لكن تيربل فظيع اللي هو سيء. فلو انت ماشي في الشارع امبارح شفت حادثة فظيعة فالحادثة دي تيربل. طب انت شفت امبارح حتة حفلة فظيعة ونفسك تحضر واحدة زيها تاني فهي تريفيك. Not I got the full mark. بداية يا مستر انا اول ما بلمح العلامة دي بقول لنفسي انا عايز هنا ظرف واسمه ظرف جملة. طب سموه لي ظرف جملة يا ابو الشباب لان معناه بينطوي على الجملة كلها. فلو انت قلت لي sadly يبقى الجملة دي فيها خبر محزن. Unluckily يبقى فيها حاجة من سوء الحظ. Unfortunately يبقى فيها حاجة من سوء الحظ. Thankfully معناها فيها حاجة فيها شكر وامتنان يعني. طب انت بتقول بقى I got the full mark، انا جبت الدرجة الكاملة in such a difficult exam، جبت الدرجة الكاملة في الامتحان الصعب ده، ينفع تقول لي من الحزن؟ لا ده حاجة حلوة. Unluckily من سوء الحظ؟ لا برضو. Unfortunately لسوء الحظ؟ يا راجل ده انت جبت درجة حلوة، ده انت كده thankfully. على فكرة لو fortunately كنا خدناها من حسن الحظ. 39 الراجل بيقول لك ده كابل، قلنا كابل دي قبل كده حكينا قصتها يعني الزوج الراجل ومراته او البنت وخطيبها كده يعني، وهم اسم جمع. بلان تو سبيند زير نات هاني مون، بيخطط ان هم يقضوا شهر العسل الايه ان ذا مالديفز في المالديف. مسليدنج يعني مضلل، ليجل يعني قانوني، اوبجكتيف يعني موضوعي، لكن لونج اويتد يعني الذي طال انتظاره. طب ما ينفعش نخليها لونج ويتد؟ لا قال لك اويتد دي معناها ينتظر ونحن نعرف انه سيحدث. ما هو دول مخطوبين يعني هيتجوزوا، فالجواز ده شيء منتظر ومعروف انه هيحصل. I don't think a two-year knot is enough for a surgeon. لا أعتقد أبداً إن two-year A إن الـ A لمدة سنتين كافية للجراح. بايرسي دي القرصنة ودي اسم مفرد لا يعد، أوعى تنسى. affair دي معناها الشؤون، لو أنت قلت لي it is some sort of personal affair ده شؤون داخلية شخصية معلش. broadsheet اللي هي الصحيفة الرسمية، لكن apprenticeship التدريب زي كلمة training التدريب برضو. The admin not me only because I have a different opinion. الادمن عمل لي ايه لاني عندي راي مختلف. بيت دي لها معاني، معناها يهزم وفي الحته دي هتساوي ديفيت، ومعناها ينبض القلب، ومعناها يضرب. لما نقول مثلا احنا بنضرب البيض عشان نعمل اومليت يبقى بيت. تور يتجول، وبلوكد معناها عمل لي حجب، وبيهيف يتصرف. طيب رقم 42 يا عم، ايش الشناوي از ا فوتبول نوت؟ الشناوي ده فوتبول سيلبرتي، واحد من مشاهير كرة القدم. تنفع. انفستيجيتر محقق لا، تشيت غشاش لا، بايرت قرصان لا، هو فوتبول سيلبرتي. طب لو قال لك الشناوي سيكس بيرغب فيه هتقول سيلبرتي كده اهو من غير لان دي كده معناها الشهرة، اخت كلمة فيم الشهرة برضو. طارق هاز ا جود جوب، طارق عنده وظيفة كويسة. خد بالك عشان كده خدنا جوب، عارف لو شلنا هنقول طارق هاز جود employment، وemployment تاكل معاها بنفس المعنى زي كلمة job. ما تنساش ان job اختها post يعني وظيفة، واختها position يعني وظيفة برضو. المهم this means he not independent he has his own income. بقول لك الراجل ده عنده وظيفة يعني معنى كده ان هو مستقل ماليا. fiercely معناها بعنف، fluently بطلاقة، وfortunately لحسن الحظ. a team of researchers، فريق من الباحثين بيعملوا ايه في اسباب street children phenomenon. phenomenon دي معناها ظاهرة، فأقول لك إن فريق من الباحثين بيدرسوا أسباب أطفال الشوارع. مسليد يعني يضلل، سراوند يعني يحيط، وسراوندينج يعني محيط، سبويل يعني يفسد، وسيرفي يعني بيدرس أو يستقصي، فخدنا سيرفي. بالمناسبة إحنا مع سيرفي بناخد دو أسيرفي، وبناخد كاري أوت أسيرفي، وبناخد كلمة تالتة كده أوعى تنساها اسمها كوندكت. conduct a survey. التلاتة دول معناهم يقوم بدراسة. mom suffers from not as a result of continuous hard work.
الام بتعاني من ايه مستمر بسبب العمل المستمر. بايس دي قلنا ناون بمعنى الانحياز وفيرب بمعنى انحاز. طب الادجكتيف منها قول معايا، انا قلت 100 مره بايسد هي الادجكتيف بمعنى منحاز. سراوند ساوند اللي هو الصوت المجسم. ستريس اللي هو التوتر. طب بليسمنت اللي هو الوضع. وهنا افكرك يا عم الشطور بالاتي، احنا خدنا ستريس، احنا ممكن نستخدم هنا كمان كلمه بريشر اللي هو الضغط، برضو بتعاني من البريشر الضغط، وممكن كمان نقول بتعاني من البيرن اوت اللي هو الانهماك والتعب، واكزوستشن الانهماك والتعب، كل دول ينفعوا اقسم بالله. send the report to Mr. محمد to not it in formal language، ابعت التقرير ده لمستر محمد عشان يعمل له ايه بلغه رسميه. برين ستورم يعني يعصف ذهنه، وكنا بنجيبها مره قبل كده شفناها مع كلمه ايدياز، برين ستورم ايديا، وقلنا ساعتها انك ممكن تقول كمان come up with ideas. طب تراب دي معناها فخ ومعناها يعمل فخ، don't trap me again او he fell in the trap. طب سايكل يركب الدراجه، لكن ريستيت يعني يعيد صياغه، ومن باب الشيء بالشيء يذكر احنا بنعمل ريستيت للسيسز في الانترودكشن ولا الكونكلوجن. لا يا مستر، احنا بنعمل ريستيت منت للسيسز في الكونكلوجن. كونكلوجن امال احنا بنعمل امتى؟ ستيتمنت يا باشا. ستيتمنت يعني ذكر الموضوع لاول مره، ده بيكون في الانترودكشن، ما انت عارف حته رايتنج على الماشي كده. It is the not of a teacher to make sure that their students achieve the learning objectives. بقول لك انها الايه بتاعت المعلم، انه يتاكد من ان طلابه بيحققوا الاهداف او الاهداف التعليميه. responsibility المسؤوليه. casualty اللي هي المصيبه او اللي معناها الضحيه يعني او الخساره. remain يعني يبقى او يظل، ومشن يعني حذف. فهنا قلنا responsibility مسؤوليه المعلم ان يتاكد من ان طلابه يحصلون على الدرجه العاليه. the not running of my mobile drives me mad. الرن الايه بتاع تليفوني بيخليني هتجنن. I will switch off، هطفي الموبايل ده وارتاح. constant اللي هو المستمر او الدائم. اخت permanent وsustainable. balanced يعني متوازن. convinced معناها مقتنع. وpirated معناها مقارصن. خد بالك دي معناها مقتنع، اسمع شوف التشكيل، مقتنع مقتنع. لكن persuasive اللي اخرها سيف دي معناها مقنع. طب السؤال الاخير 49، we don't like it when someone interferes with our private not. لا نحب ابدا ان احد يتدخل في our private affairs يعني شؤوننا الخاصه. access معناها يعني يمكنه الوصول او يدخل الى. apprenticeship تدريب. وتشيتس الغشاشين الوحشين. احنا كده خلصنا بفضل الله اليونت 1. لو انت حابب تنضم لينا في المحتوى الخاص اهلا وسهلا بك، هتدخل على 010 تكلمني على 010 20 7 8 7 8 3 9، وهقول لك على تفاصيل حل كتاب المعاصر بالكلمة. لو انت حابب تنضم لينا تواصل معنا على الرقم ده. الفيديو ده عشان تعرف احنا شغالين ازاي، دي طريقتنا في المحتوى الخاص وطريقتنا في السنتر بنفس الآلية. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.